الإجمالية. إخواني الأعزاء، في هذه المقدمة الرابعة نحن نعتقد كمنهج عام في عملية الاستدلال، لا في عملية الاستدلال الفقهي فقط، بل في عموم عملية الاستدلال أعم من أن يكون فقهيا أو أن يكون عقائديا. يعني هذان البعدان الأساسيان في الدين، العقائد وماذا؟ ها؟ الأمور الإيمانية والأمور ماذا؟ العملية. الأمور التي هي مطلوبة لأجل الإيمان بها، والأمور المطلوبة لأجل ماذا؟ العمل بها. ولذا أنا هذا التعبير، تعبير الأصول والفروع، أنا كثير لا أوافق عليه. لماذا؟ لأنه في نفس الأصول يوجد عندنا أصول وفروع، وفي نفس الفروع أيضا توجد عندنا أصول وفروع. إذن هذا التعبير ليس تعبير جامع واقعا، التعبير الصحيح. الآن انظروا أنتم، الآن من أقول في الأصول عندنا أصول وفروع، وانظر إلى مسألة إثبات وجود الله وإثبات النبوة وإثبات الإمامة، وانظر إلى مسألة أن الله سبحانه وتعالى له ما هي أو ليست له ما هي. واقعا مسألة إثبات وجود الله من أصول ماذا؟ من أركان المباحث الإيمانية. أما مسألة له ما هي أو ليست له ما هي لا تعد من الأركان. تعالوا إلى أبحاث الإمامة، الإمامة الاعتقاد بعصمتها هذه من أركان بحث الإمامة. أما أن العصمة مطلقة تشمله حتى وهو في بطن أمه، عالم بالغيب وهو في بطن أمه، هذه ليست من مسائل أركان الإمامة. نعم من مسائل كمالات مسائل الإمامة، هذه ليست من الأركان. ولذا من أنكرها يخرج عن مدرسة أهل البيت أو لا يخرج؟ لا يخرج. أما من أنكر عصمة أهل البيت سلام الله عليهم يخرج مدرسة. من أنكر الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت وأنه حي يخرج من مدرسة أهل البيت. أما هذا الإمام الثاني عشر عنده أولاد لو ما عنده أولاد، هذه مسائل فرعية. إذن أنتم عندما تأتون إلى نفس الأمور العقائدية والأصولية أو الأصلية تجدون أيضا فيها أصول وفيها ماذا؟ فروع. يعني مسائل أولية ومسائل، تعالوا إلى باب العبادات، تعالوا إلى باب الفروع. هكذا الآن قرأنا الروايات التي تكلمت بني الإسلام على خمس، وأنت إذا قست هذه الخمس إلى باقي ماذا؟ التشريعات، وقعا أيهما أصل وأيهما فرع؟ ها؟ الصلاة ماذا؟ عمود الدين. أنت ما عندك رواية تقول الخمس عمود الدين، ما عندك رواية تقول أنه أي عبادة أخرى أو فريضة أخرى عمود ماذا؟ إذن هذه في الفروع تعد ماذا؟ أصل، وتلك ماذا؟ فروعها. إذن تعبير الأدق إخواني الأعزاء هو الأمور المطلوب فيها الإيمان، والأمور المطلوب فيها ماذا؟ العمل. الصلاة ما مطلوبة لأجل العلم بها والإيمان بها، الصلاة الله شرعها لأجل ماذا؟ لأجل أن يعمل المطلوب. نعم قد يترتب عليها الالتزام القلبي، ولكن هذا مطلوب بالطلب الثانوي، الطلب الأولي هو ماذا؟ العمل بها. ثم هذه على كلا المستوى تنقسم إلى أصلية وإلى فرعية. جيد.